في يومها الثالث على التوالي تختتم اليوم فعاليات البطولة الوطنية لجدوى في كل الأصناف. التظاهرة الرياضية عرفت مشاركة قياسية للمصارعين ومن مختلف الولايات. المنافسة كانت يعني مستوى لا بأس به، عند الإناث وعند الذكور، وشفنا يعني وجوه جديدة، شفنا شباب وشابات جدد اللي بداوا يفرضوا نفوسهم في هذه البطولات الوطنية. بطولة هذه السنة تعد استثنائية خاصة فيما يخص الجانب التنظيمي للبطولة واعتماد الفيدرالية الجزائرية لرياضة جيدو على قوانين عالمية. يحبوا يابليكيو قانون دولي، والقانون الدولي احنا هنايا ما تقدرش تابليكيه. نشكر بزاف لورغانيزاسيون باسكو هاد الاسم اللي داروه اللي اكسيلون بارابور لي زاتليت. لازم يوالفوا لو سيستيم مونديال، هكذا باش ما يكونش عندهم يتفرفش ولا يتخلخل يقول لك انا ما نعرفش هذا السيستيم، بعد يقول لك انا خسرت باسكو ما عنديش ليكسبيريونس. دورة تعتبر فرصة ذهبية عند المصارعين للبروز والدخول عالم الأبطال، وهي فرصة للقائمين على هذه الرياضة لتحسين الأوضاع التي يشكو منها الفاعلين في هذا التخصص.